السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل. عشان نستكمل مع بعض شرح دروس Grade 3 Manage Bridge to Success Unit 1 Lesson 8. تعالوا نعمل ريفيو للدروس السابقة ونشوف الفوكابلري اللي خدناها قبل كده. خدنا مع بعض كلمة fiction وهي المقصود بيها imagination يعني التخيل، أو not true يعني غير حقيقي، أو not real information يعني معلومات غير حقيقية. عندي مثلا قصة سنو وايت، احنا عارفين ان هي قصة خيالية من وحي الخيال، My Little Blue Story Book، وهكذا قصص كثيرة عبارة عن خيال. Non-fiction معناها facts أو true facts يعني حقائق، true يعني صحيحة، real information و real people، real information يعني معلومات حقيقية وناس حقيقيين. زي مثلا لو كلمنا عن البينجوينز، هذه معلومات عن البطريق، أو وولر المية، أو ألبرت أينشتاين، أو إيرث ساينس. كل دي معلومات وحقائق علمية، وطبعا هي نون فيكشن. حروف اللغة الإنجليزية عبارة عن 26 حرف، وزي ما ذكرنا في كورسات الفاولز اللونج فاولز إن إحنا عندنا خمس حروف أو خمس أصوات من الفاولز A E I O U، يطلق عليها vowels. عندنا باقي الحروف اللي هم 21 بيكونوا consonants يعني حروف ساكن. نقول مع بعض تاني vowels A E I O and U. consonants 21 حرف اللي هم B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y. طيب choose a correct answer. هنشوف مع بعض كده اختبارات سريعة. يعني مثلا حرف الاس vowel والconsonants، vowels والconsonants، من الvowels أو consonants هو طبعا consonants. G is a consonant، وال P consonant، R consonant، O vowel، F consonant، I vowel، A vowel، M consonant، U vowel، و T consonant. نتذكر كمان مرة ال vowels هما A E I O و U. طيب عندي هنا singular يعني مفرد، بنضع قبل الكلمات التي تبدأ ب أي حرف من حروف دي في حالة المفرد بنضع قبل الكلمة an، لأنه ما ينفعش إن إحنا نقابل. طبعا إحنا عارفين إن إحنا في العادي بنضع قبل الكلمة، مثلا نقول a book، وآ هنا معناها واحد. أيضا an الأداة an معناها واحد، ولكن بما إن هذه كلها حروف متحركة أو vowels ما ينفعش تقابل two vowels مع بعض، فبنحط an مش a. زي an apple، an orange، an elephant. باقي ال consonants الحروف الساكنة أو ثابتة بنضع في ال singular بنضع a، زي ما قلنا معناها يعني واحد. زي a book، a cat، a school. شوف مع بعض ال numbers، طبعا كلنا عارفين الأرقام وحافظينها كويس. طيب let's read. هنا مثلا عندي 3 0. طبعا المفروض ان الطلاب يحفظوا كمان كتابة 5 2 15. في الارقام اللي هي فوق 12 بنضع المقطع تين في نهاية الكلمة او العدد. فعندي 15 يعني 15 8، وهنا ال جي اتش عندما يتقابلون في وسط الكلمة لا ينطق. 6 1 11 13 12 9 14 4 7
10. read and choose. عندي هنا مثلا رقم number 13 اكيد هذه 11 اخر واحده 15 اللي في الوسط 14 اخر واحده و 12 اللي في الوسط. نبدا مع بعض الدرس. listen 8 time to practice. how do you spell it؟ كيف تستهجها؟ ارجع اقول كمان اللي حضر معايا كورس الريدنج الاول يقدر ان هو يجمع الاصوات جنب بعض ويدينا يقدر يقرا الكلمه. هترك لكم اللينكات بتاعه الكورسين عشان اللي حابب يتابع عشان يتعلم يقراها. choose a picture يعني اختار صوره. but don't tell your partner لا تخبر زميلك. your partner must ask you the spelling. your partner write down the word وهيكتب الكلمه. say the word and point to the picture يعني المفروض ان هو هيستجها يعني هيقول الحرف مثلا هيقول CAT او كات عشان صديقه يتوقع الكلمه. ولكن احنا نقرا على طول الكلمات. cat duck cut pan chips ship shop pen bag catch. لاحظنا ان كل الحروف لابد ان يتواجد بها one vowel at least يعني على الاقل واحد من الحروف المتحركة. numbers 1 to 15 الارقام من 1 الى 15. listen and count from 1 to 10 طبعا كلنا عارفين الارقام من 1 الى 10. then listen and point to the numbers from 11 to 15 الارقام من 11 إلى 15 مطلوب مننا إن احنا ندرب الطالب على حفظها نتأكد إن هو حافظها كويس جدا. الكلمات لـ 11 عندك كلمة 11 12 13 14 15 ممكن نقول إن كلهم مختلفين عن الأرقام الأولانية. مثلا عندي 11 هي كلمة جديدة 12 شبيهة لـ 2 ولكن بنشيل الـ O ونحط ELV و 13 مختلفة ونضع المقطع تين. بداية من 13 نضع دائما تين يعني ممكن نخبي للطفل تين ونعرفه الأول ثر ويضع التين. 4 هي نفس 4 اللي هي قبل العشرة رقم 4 نضع بعدها المقطع تين. و 5 المفروض تكون 5 تحولت ل 5 وبعدين 15 عشان نقدر نساعدهم ان هم يحفظوا الكلمة. How many people are there in each picture? Count aloud with a partner. يعني هنعد كم شخص موجود في كل صورة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 عندي هنا 11 شخص موجودين في الصورة الأولى. الصورة الثانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 الصورة الثانية فيها 14 person. time to practice. how do you spell it يعني كيف تستهج كلمة. طبعا احنا قلنا طريقة الاستهجاء يا اما هنقول CAT بالطريقة العادية اللي هي نطق اسم الحرف او ننطق صوت الحرف اللي هي كات كات د اك دك cut p a n pan ch e p s chips sh e p ship sh o p shop p a n pen p a g bag k a ch catch. طبعا البعض هيستغرب طريقه النطق اللي انا استخدمتها ولكن اللي طبع معايا في الكورسات هيعرف ان هي طريقه صحيحه اللي هي القراءه باستخدام صوت الحرف. How do you spell it? Cat. C-A-T. أو cat. How do you spell it? P-A-N أو B-E-N. أو P-E-N. كلمة cat. قطة. و pen. قلم. Numbers to numbers 1 to 15. Listen and count from 1 to 10. طبعا احنا يعني خلاص عدينا. هنعمل skip. 1
هننتقل إلى activity book page number 13. What is it? Write what each thing is used a or an. اتفقنا أن الكلمات التي تبدأ بـ vowel أحد الفاولز اللي هما a, e, i, o, u بنضع an وباقي باقي الحروف الـ 21 بنضع قبل الكلمة a. يعني عندي مثلا and بتبدأ بـ vowel فنضع an and fish a fish octopus an octopus. فهنقول هنا it's an octopus. وهنا it's a whale وهنا it's an ant. Sorry. Look at the clues, write the words. هنا عندي عندي كلمات متقطعة. هي سهلة جدا. يعني مثلا عندي المفروض هشوف انها number 2 across. Across يعني بهالشكل. يعني عندي هنا مثلا hen اكتب h e n. عندي هنا 11 e l e v e n وهكذا. هو تدريب سهل ما اعتقدش انه يكون في اي مشكلة معه. طيب هنكمل اللي احنا قلنا عليه من شوية. هنقول it's an octopus, it's a fish, it's an ant زي ما قلنا. وادي الكلمات المتقطعة هيكون حلها كالآتي 11 hen ships 15 apples و pens. طبعا انا بختصر عشان وقت الفيديو ما يطولش علينا. في بعض التدريبات على الدرس هترك لكم اللينك تحت الفيديو في صندوق الوصف خلاص عشان تقدروا تتدربوا على هذه الأشياء. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا وشكرا جزيلا لاستماعكم. كان معكم مستر إيهاب أحمد.